السلامكم. اليوم ان شاء الله غنتكلم لكم على الطريقه اللي كنخدموا بها هذا النوع ديال الرتيب بهذا لي راكور. هادو لي راكور هادو اللي كنسميهم راكورات اسيرتي او اغليسي بواحد البنس اللي هو هذا. اللي الدراري عندهم ما كيعرفوش دابا هذا الفيديو هذا خاص بالناس اللي كيبغيو يخدموا البريكودات هكا، مثلا كيكونوا كيخدموا بريكودات بلي راكور بزاف كيزيرو بكلامونات او بالبنس او بالساروت. بغيت نعطيكم واحد النظره باش تعرف بان هذا البنس هذا ما يبقاش عندك واحد التخوف منه، راه فيه سبق درت واحد الطريقه كيفاش كتخدم به. ودابا غنشرح لكم مزيان باش تعرفوا البنس شحال الثمن ديالو وباش تبقى تخدم به الا بغيت كنتي كتفرض عليك انك تخدم مثلا بهذا البياس هذا نتاع لاسيرتي، تولي سهل تمشي هكا وتشريه، يعني ما يكونش عندك واحد التخوف وتعرف كيفاش داير. البنس ديالنا راه هو هذا ديال المايطه اللي كتجي فيه، كيجي فيه هذا هذا كيتسمى كما كيقولوا الديكورجور، يعني كيوسع تيو شويه، راه فيه الديامتر نتاع 12 و 16 و 20. وعندك المقص هذا، هذا المقص كاين كيقطع بالمقص البي بي ار، ولكن هذا المقص هذا كيكون احسن براتيك على تاع البي بي ار، كيقطع بها قريب كيقطع دغيا. وهذا عاوتاني كاين كيقطع بالبي بي ار، كيكون ماشي براتيك البي بي ار، كل حاجه راه عندها ديالها، يعني راه الناس صنعت واحد كل حاجه بديالها، راه ماشي غير جاو داروا كل حاجه بالشكل ديالها. هذا هو البانس ديالنا، البانس هو هذا. البانس راه كدير له بحال هكايا وكتوسع على حسب ليسباس اللي عندك. هادو عندنا لي كالي، كاين الكالي نتاع 20 على حسب تيو 20، هادي الكالية ديال 16 وهادي الكالية نتاع 12، كتكون فيهم جوج جوج جوج، وانا غنوريكم كل حاجة علاش كتصلح. كاين هاد الكالي هادي كتخدم لي راكور ليبر بحال هذا، يعني هذا هو الراكور ليبر باش تعرفو، راكور ليبر كتخدم بحال هكايا وكتجبد بالبنس كتخدم به، يعني كتكون بحال هاد الطريقة هادي. انا غنعطيكم هو هدا راكب، يعني كتكون بحال هكايا راكبة. تركب بهاد الطريقة هادي وكتجيب الكالي ديال 16، تجدنا خدام الديامتر ديال 16، كتكون عندك بحال هكايا، دابا هادي راه واصلة، كتكون بحال هكا كتجي دائما. وكتحاول هدا باش ميلصقلكش مع هدا، كتحاول دائما تجرو لقدام، كتكون قدام بيه هو هدا، كتكون واصلة دابا راه واصلة. وكاين هنا عندنا هاد الكالية هادي، هادي كتخدم لي تي ولي كود، كتكون بلاص هادي، يعني كتحيد هادي وكدير هادي وكتخدم معاها مثلا بالكود هكايا، يكون عندك الكود على حسب واش عندك الكود بالعرض ولا بالطول، كتكون إما هكايا إما هكايا على حسب الكود كيفاش عندك، إما هكا كيكون عندك إما الكود هكايا ولا عندك الكود هكا. كتخدم بها الديامتر، راه كاينه فيها تاهي كبيره صغيره، ولكن راه كتخدم على جوج، واخا بالكبار كيخدموا كلشي، والكاليه كتبقى هي اللي كتجرنا الباك. هذا هو الطريق البانس كما قلت لكم. كاين البانسات العاديين، الثمن ديالهم اللي لقيت انا في السوق حاليا كاين ديالهم ما بين 800 درهم 900 درهم، وكاين البانسات مزيانين اللي يعني اللي ماركه مزيانه كتكون خدامه شي حاجه زوينه بلا لا داعي لذاك الاسماء نتاع الماركه باش ما نسموش كندير اشهار. راه كنت سولت عليها راه كدير حاليا 1750 ولا 1780 درهم، كاين ما بين 850 درهم 850 حتى 900 درهم العادي، وكاين مزيان كاين اللي غيخدم لك كيدير ب 1780 تقريبا اللي لقيتو انا الثمن ديالو. كما قلت لكم الا كان بنادم يلاه بادي يلاه بادي ومازال ما كيبغي يلاه يكون راسو ويدير شويه ديال الدوزان، تسمع عادي راك تخدم به، تخدم به مثلا تخدم بها خدامي، يعني البانس العادي راه يدوز لك غير يخدم مزيان ما خصكش تطلع. البياس راه كاينين كيما قلت لكم، هو كاين الكود تا هو اسيرتي، كاين هذا الراكور فيميل اسيرتي، راكور فيه راكور ليبر، يعني كيخدم راكور ليبر هو اللي كنخدمو هنا في الكوليكتور، يعني كيخدم في الباص اللي كتكون ممكن ديمونطيها. وكاين راكور فيكس كتلقى بحال هكا هو راكور فيكس ما كيتزعزعش، هذا كيدير في البياس اللي كيكونوا كاستري، حنا درنا واحد راكور مار هنايا فيكس. كاين راكور مار ليبر وراكور عفوا كاين راكور فيميل ليبر وكاين راكور فيميل فيكس، والراكور مال راه كيكون فيكس غالبا كيكون فيكس،
كيتخشى في البلاصه اللي كيكون فيها كاستر، مثلا شي حاجه اللي غتسد اللي ما تبقاش باينه. اما اللي كيبقاو باينين كيكون فيهم الجوان كيكونوا دي مونطابل، خصك ضروري تخلي لهم هذا، دير لهم هذا راكور ليبر. هو هذا كاين مونشو ايغا باش تلقم، مثلا كتكون مشيت القيمه ولا هادي كيكون وقع شي واحد تقبل لك التيو داك الشيء، راه كاين واحد المونشو ايغال ديال هذا كيكون بحال هكا، بحال المونشو ايغال ديال الريتشيب العادي. اي هو كيكون اسيرت كيكونوا فيه جوج لي باك، كاين فيه الشكل بحال من هنا ومن هنا بحال بحال نفس الديكور. التيات راه كاينين، يعني جميع البيس اللي كيتعرفوا في الريتشيب راه كاينين في هذا. غير هو كيما قلت لكم هذا الخدمه ديالو اضمن واحسن من الريتشيب العادي اللي كتزير بالراكورات. راه ممكن تخدم كيما تخدم بهذا الاحمر، وممكن تخدم بالبيض اللي كيتسمى الملتي كوش، اي متعدد الطبقات اللي يعني كيكون فيه الالومنيوم وفيه البلاستيك من الفوق ومن التحت، هذاك راه حتى هو كيكون حتى هو ممكن تخدم به هذا. كل واحد باش كيخدم على حسب السلعه اللي عندكم متواجده في السوق. وكما قلت لكم اللي كان اللي عنده تخوف من هذا الشيء هذا، راه ساهل في الخدمه ديالو، وراه سبق درت واحد الفيديو ديالو. وفاش كندخلوا التيو دائما كنحاولوا ندخلوا التيو حدو هذا، ما كتوصلوش حتى للراس هنايا حتى للحد، كتوصلوا غير حدو هاد السنه الاخرانيه هادي، ومن بعد كتسيرتي وكيولي داخل بحال هكا، كيجي بحال هذا الشكل هذا. ها هو بحال الشكل هذا كيجي بحال الفيكسيبل. وهادي غادي واحد النقطه اخرى بغيت نشير ليها لدوك الناس اللي كيكونوا كيبرونشيو الشوفويات ديال الضو ولا الشوفو ديال الغاز، وكيبغي يبرونشي له بالروتيب، كيبرونشي بالروتيب الراكورات عاديين. هذاك راه كتعدى على داك السيد، وكتعدى على داك السيد اللي غيجي يدير موراك النيتواياج داك الشوفو باش كيبغي يحيدو ضروري كيتمحل. الا كنتي باغي تخدم هذيك الخدمه نتاع الروتيب بالملتي كوش او بهذا، تبرونشي الطابلويات ديالك نتا، تبرونشي الشوفو ديالك، كنصحك انك تبقى تحاول دير لي راكور ليبر كيولي بحال فيكسيبل. يعني انا ملي غنجي نعيط للكليان نبرونشي له الشوفو، غادي نجيب له بحال هذا على جوج بلايص نركبهم على التصبطو اللي عندي، وغنخدم بهذا باش نهار اللي كيكون عنده كيبغي يطوي الشوفو. راه كتعرفوا الشوفو هادي خصهم يطويوه، بخصوص الشوفو ديال الضو خصك تحلو البارد والسخون. فاش كتبغي تحل هذا كتلقى هذا عندك بحال فيكسيبل، كتحلو والصح ديالو كيكون مزيان، يعني ما كيطيبش مع المده، عكس الاخرين اللي كيكونوا راكورات فيميل كتجي تحلو كتلقى مشارك الباك كيتهرس لك الباك او كيتهرس لك الراكور ديالو ولا شي حاجه. هادي نصيحه بالنسبه للناس اللي كيبغيو تاهما يبرونشيو الشوفويات بالروتيب، خدموا بهذا. هذا راه بحال كتخدم بفيكسيبل، هو الصح راه صحيح اللي كيقول لك ما بغيتش ندير فيكسيبل، دير له بحال هذا ولا دير له ذهب بحال هذا الالومنيوم، يعني الملتي كوش او حنا كما كنقولوا الروتيب، روتيب الومنيوم، وغادي دير له هاد لي راكور هادو نتاع لاسيرتي. نتمنى تكونوا استفدتوا، ودائما اللي عنده اي تساؤل يخلينا في الكومنتير، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. والسلام عليكم.